ينضم لنا من عمان دكتور حسين العمري، استاذ علم الحاسوب في جامعه السيليكون فالي بكاليفورنيا. صباح الخير يا دكتور. وتحدثنا في خدمات اخباريه سابقه عن جمع المعلومات من تيك توك، وهو ما تنفي تيك توك في كل المناسبات، لكن الجديد هنا ان وزاره العدل الامريكيه تتحدث عن التلاعب الخفي بالمحتوى. فما هو التلاعب الخفي بالمحتوى؟ التلاعب الخفي بالمحتوى هو الحصول على معلومات عن المستخدمين ثم توجيه يعني إعلانات لهم أو توجيه حياتهم السياسية، انتخابات الأمريكية وغيرها طبعا، وهذا الشيء يصير له أثر عليهم. يعني هناك 170 مليون مستخدم أمريكي كفرد يعني للتيك توك، عدا عن الشركات الكبرى في أمريكا كلها تستخدم تيك توك، والشركات الصغرى هناك يعني تعيش على تيك توك للتسويق والمحتوى وصناعة المحتوى، والفاست فاشن معتمد جدا على التيك توك في التسويق في أمريكا، شركات الشي إن وزارة وغيرها. فالآن التلاعب بالمحتوى هو أن يستطيع، شوف هو تيك توك مشكلته في أمريكا أنها خارج السيطرة، يعني هي لا تخضع للسيطرة التي يخضع لها الإعلام الأمريكي بشكل عام، سواء من إيباك أو من غيره، فهي مملوكة خارج يعني خارج البلاد، فلا يستطيع التحكم بها. ولذلك يقول أنه تلاعب بالمحتوى، يعني يستطيع الخبر أن يخرج في تيك توك سواء عن فلسطين أو غزة أو أي مكان من غير أن يكون هناك أنه يخالف تعليمات الجال الكوميونيتي أو المستخدمين وغيره. فهذا هو القصد في المحتوى، وخاصة التأثير على الانتخابات الأمريكية وغيرها سواء على المستويات المحلية أو على مستوى الرئاسة. أما الأمن القومي فهو أنه يعني تسريب معلومات، طبعا أمريكا تقول أنه ليس عندها أي معلومات أنه تم الحصول على معلومات عن المستخدمين الأمريكيين، لا للسيطرة على المحتوى، ولكن يقولون لن ننتظر حتى يحصل هذا. هذه الحجة. طبعا يعني أذكر المستمع أن في أبريل الماضي صدر قانون هنا بقرار من الرئيس بايدن بحظر تيك توك بعد 9 أشهر، يعني 19 يناير عند استلام الرئيس الجديد، بحظر استخدامها في كل الأماكن الحكومية وكله في أمريكا إذا لم تقم الشركة المالكة بايت دانس ببيع تطبيق تيك توك. وهذه العقدة. الآن الرئيس الجديد معه صلاحية يمدد الحظر 3 أشهر. يعني دكتور حسين، هل فعلا تم حظره؟ عشان نحن الموضوع ده حظر تيك توك في أمريكا يعود كل حين وآخر، ولكن في أسباب مختلفة. هل تم حظره سابقا وهل سيتم فعلا حظره؟ القرار صدر، ولكن الحظر سيطبق في 19 يناير أو يمدد الرئيس المنتخب سواء ترامب أو كمالا أو غيره ل3 أشهر. نعم، حضرتك قلت أنه في مستخدمين كتير في أمريكا مستفيدين منه، يعني هل ممكن 170 مليون غير الشركات؟ معظم الشركات تعتمد على تيك توك في التسويق والوصول. شوفي قوة تيك توك في الخوارزمية اللي هي طبعا خصخصة الإعلان للفرد المستخدم يسموه فور يو، فهذا أقوى شيء يمكن أنتج في السوشيال ميديا في شبكات التواصل، والإحصائيات تظهر أن الناس تتجاوب مع إعلاناتهم بنسبة كبيرة، خاصة جينيريشن زي اللي هو زير اللي هو من مواليد 2000 تقريبا لغاية 1997 لغاية 2012 تقريبا، هذا الجينيريشن العشرينات أعمارهم كلها، هذول هم أكثر ناس مستخدمين ويستجيبون للإعلانات التي تظهر على تيك توك. الآن أمريكا تطالب حاجتين، إما بيع الشركة أو حظرها. الآن الشركة دكتور الشركة الشركة قالت في معرض حديثها في العديد من المناسبات أنها لا تحتفظ بمعلومات المستخدمين، لكن هنا أنا أتوقف عند كلمة قلتها وهي أن تيك توك خارج السيطرة، وتحديدا ذكرت الأيباك وهو اللوبي اليهودي في أمريكا. هل لك أن تشرح لنا ما هي السيطرة التي تقوم بها الجهات الأمريكية، وتحديدا على خلفية فضيحة كامبريدج أناليتيكا والمرتبطة أيضا بالانتخابات، وكانت انتخابات
ايضا لترامب وهيلاري كلينتون على ما اتذكر، ان كان ذلك صحيحا. هو الذي حاول يحضرها في البدايه كان ترامب في البدايه 2020، ولكن فشلت يعني العمليه الزمان، فأعيد ذلك. طبعا هي ما لهاش دعوه بالحزب، لانه الايباك ما لهاش دعوه بالاحزاب، وطبعا هم لا يعترفوا، لكن من الاسباب التي ذكرت في الاعلام عندنا في امريكا انه خاصه التغطيه بالنسبه لغزه، واستخدام المقاومه الفلسطينيه لمنصه تيك توك بحريه لتوصيل اي معلومات سواء عن اكتوبر 7 او ما بعدها وهكذا. فهذه الاشياء توحي انهم غير راضين عما ينشر عليها، كما كانوا غير راضين عن منصه اكس لايلون ماسك لانها تعرض الجانبين. هو قال اذا تعرض الجانب، قالها الوزير الاسرائيلي، قال اذا عرضت الجانبين فهذا يعتبر تحيز للطرف الاخر، وهذا قاله بصراحه. فهذا يعتبر عندنا في امريكا انه هذا خارج المنظومه. يعني احيانا في فيديوهات معموله ان الخبر، شوف الأخبار فيها حرية، لكن أخبار المتعلقة بالشرق الأوسط تجد نفس الخبر بالحرف الواحد يذاع على معظم شبكات الأخبار الرئيسية، سواء ABC أو CBS أو CNN، Fox News، حتى في المواقع. وهذا يوضح أن هناك سيطرة على هذه الأشياء، وهذه التغلغل موجود. تيك توك خارج، تليجرام خارج، هذه الأشياء التي خارج المنظومة يتم محاربتها بالتلكيك طبعا. يعني لغاية الآن شركة، هو شوف السر، النقطة تاعت أمريكا، نقطة تاعت تيك توك أنه حرية التعبير وسيكسبون في المحكمة، لكن الآن وزارة العدل تقول لا، أنت لا تستطيع أن تكسب حرية التعبير إذا كان هناك خطر قومي، فالأمن القومي لازم يدخل في العملية عشان. نعم يعني دكتور حسين، هنا في علامات استفهام على معنى الحرية في أمريكا. نشكرك إلى الآن دكتور حسين العمري، أستاذ علم الحاسوب في جامعة سيليكون فالي بكاليفورنيا، كنت معنا من عمان، شكرا لك.